عبد الله بن مبارك وحول انتي يسوي ان ارديجي سيان وغين عندك بحسي دينك قفك ديمي سن وحك دينك ان لقى دول قاضا وحيا بالغو هلا وحا كمدا ما ننت قيامه ويكرب بدنت ويدبات بدنت قفك استاوك سي بغدا ما ننت قيامه وحا دع دوني عرصاتك نبي عليه الصلاه والسلام وحول من سره ان ينجيه الله من كرم يوم القيامه فلينفس عن معسر او يضع عنه هذه صحيحه ما مسلم سوري قفك دون يجعل حسينيا اما الدنكله ما ننت قيامه دباتوين كيس ان لغا دولقادو لغا فيدو او دب انو ما ننت قيامها ارق هل قضبون هالسمايه فلينفس عن معسر او يضع عنه قف معسره وعدمن ودباتيسن نفس هو سمايه كفرحي قفك الدين تكلها ادلعت هدو اسكب حين كري وايو اناد كسكتا واواجب وان كان ذو عسره فنظره الى ميسره قفك هدو معسر نقضه برلاواء او حالوايه او وحبا ان هيسن فواجب عليك نظره الى ميسره وحكو واجبه انت وفضودان يقف وحلايو اناد كسكتو حق عشر عدو كيكت قفك الدين تقاتل لفتي سواي اكتايو قفك الدين تهدو اسكب حين كريا وينو اسكب حيا تاسين اي حديث فربضان باكو تيمي لابضان بدن ما انتو مجهدنو وحين اجهدنا انك او كي دين تلحانا انا هين كي دين تلقو لحانا انا هين محواجب نصارا وحواجب نصارا ان قفك الدين تلقو لي هاي دين تي سياد وحكا لقبتو لابس يود بوح لوغا لقبتا مدوائنا كي ارقيسو مثلا قف باقف قف دين كل هاي اسكر بولا رادينيه ina tirada war ninkan waa miskiin waxba ma haye aniga maanta igu dhaafo waqti dambe u qabo bil isii aniga laba bilood isii sida waa loo qabtaa haduu hore ugu sii dhaqaaqana intu deyntiisi qaatay una deyntaas aniga igu kaalay oo qofka uu ku la war deyntii doonanba isagu meelaha wax ka soo ururiyo qodobka kale muhiimka ah kan u dabeeyay imka aan sheegayo farcaab uu dhow yahay waa in adigu deyntii lagu lahaa aad bixiso kan ka hadlayana waa kaas deynta qofka muslimka laga bixiyo oo qofka deyntii u qoolan oo aan iska bixin karayn adigu waa dhabarka u ridato waa taqaanaan deyntu waxay ka mid tahay zakada dadka qaata wal qarimina wa fi sabilillah inma sadaqatu lil fuqara wal masakin wal amilin alayha wal mu'allafati qulubuhum wa fi riqab wal qarimina qofka gashiyaysan haduu hata qof hantiilay yahay oo maanta laakiin deyn loo haysto ما أنت الدين تي وحكو بحيانا آن هيسن ويكو بحيسا هدو مجاهد يهيلا هيدا تودا قال لما إياه وحوليه سوء بوحان سكذا ويكو بحيسا وضعت كي حقا ولها مركا سكذا ينا تكو بحيسا ورتي دوا بكو قواتي بيضو صنو ماها شاك كاقا تقانا قف دين لقول لي يمد دين وحران وينا تكو بحيسو نشيخ هو سعودية أيام حكو شيكي وحولي حفيظ بقى تشوفني سكدة أنا كورو رينودة كسكدة بحنا إنه جو كنا أنا مساكين تنا إنه تما دو أنا وكلا قادنو تبي تانا كو رمضان بقى هيد رمضان واحد كده من صدق عشرة دت كو هذه تشر وحنا الصناعة هو ناكسن إن سكدة بحنا تي دل جو بيجر رمضان يا صنع وحولي أنا كو مركا حفيظ كي حدناي أو رمضان صدق عشرة كهارن تهاي إيدي أيوني نانكراني إيه إلى صهاد وحولي يقول واحد ربنا إن سكدي بحيه وهنقول حفيز كوان وان حبنا وهي إلى تل يوم حي إلى وهنقول تشيل كتك صديقة تقول ماشي كحري يهين تك بانقول ون حينك وتشيل كم حنك دونا وحو قاتي إن سكدي وقت جد وير دافتو ولا بحري يا بو قاتي نينك من قال سورة تشيل كواحد كد دون تا تشيل كواحد كتشر إنتاس أوقف أودين لو هستو أو حرام حقيقة دونا وعين كاس هرجيسة ما أنت وح كحرن أنت ساقف ودين لا هيستو وعيال كيسة بلا مساريفه وجري كردا لا هيستو وعيال كيسة من عمد وح لقى بحية أن هيسن كيو تفق سنة هي وشقيني نوا كحرن وحوح لين هي الشيل ما دي راكوبا بقولان دولار أم بكمانان دولار أيو حرين هي وح لقى يا باقف قري إنه سودين كرا أنت ساقف ورير كودي وسعلين كرا ninkani wuxuu yiri waxaad samaysaa dadka u xiran saldhiga iyo jeelasha dadka ku xiran ee deynta loo haysto u tag
waliba shardi baan ku xidhayaa buu. Marka aad qofka deynta ka bixiso ee la soo daayo ee qofkaasi ehelkiisa uu u tagay ehelkiisa ay barxadda ku sugayaan markuu soo baxo ubadkiisa iyo reerkiisa dareenka ay muujiyaan balo fiirsan buu sidii buu ninka sameeyey. Lacag fiican buu soo qaaday ninka waan aqaanaa buu waa nin hantiila oo xoolo badan. Lacag baa soo qaaday xoogaa deyn sikadiisii qayb yaroo ka mid a ayaan soo qaaday buu yidhi. ninkii meesha haysta uu tegey wuxuu waxaad ii soo saartaa dadka intaas lacagtiisu waxay ka hoosayso ii soo saar. kaasu yidhi waa kow labo saddex afar shan intaasoo qof baa la soo saara. suli intaa baa anigaa ka bixinaye waxaan rabaa dadkaasi reerkoodii inay la iidaan. noo suuragal maaha bay dhahdeen oo broses buu marayaayo waraaqaa la soo qorayaayo hogaanaa loo tegayaayo halkeer baa la marayaayo maxkamaduu tegayaayo afar shan cishuu qaadanaya ma asmacayo buu arrinkaa ka howlgala lacagta waan bixinayaa miiska idiin saaran tahay laakiin dadkaasi waa reerahoodii waa inay u tagaan caawa. nin xoolo haysto ahaayo waa taqaanaa adduunkeennu ninka xoolaha haysta arrinkiisu wuu yaro miisaaman yahay. markiiba wasiirihii xisaabana la hadlay waxay dhaha ninkaas siduu doonaya u sameeya dadka deynta xaqiijiya deynta lagu leeyahay ka xaqiijiya ka qaada lacagta dibatana dadka sii daaya oodda ka qaada. waxay dhahe dadka waxaa la sii daynaya berita casarka kursiguu soo qaato meel saldhigga hortiisa oo barxadda halkaasoo dadka u wada arkayo ayuu soo fadhiista. dadkani ma yaqaanaan cidda ka bixisay deynta. qof baa soo baxa sa bacdii seereed sita ayaa soo baxa ciyaalkiisa baa ka horyaaca dhammaan way ooyayaan waa hablo waa hooyadii waa gabadhiisii mid kalaa soo baxa sidaasoo kale farxaddii meeshaa ka dhacaysa ninkuu insahayn waaye. wuxuu ihi ooyintan maalintaa ooyay weligii maan ooyin. muxuu la ooyaya ninkaas mashhadka iyo muuqaalku arkay lacagtii intii uu reebay ayuu dub ugu noqda 177 qof ayuu kasii daayjeelashii 177 qof oo deyn loo haystay oo reerkoodina ka maqnaa reerahooduna ay duruufaysnaayeen weliba intaa kumuu deynay intuu ka qaaday deyntaa ka dulqaaduu deyntii ka bixiyey ayaa qof kastana wuxuu siiyey reerkiisa isagu waxay ku ciidaan. dalika fadlullaahi yuutiihi man yashaa maaha qofku inuu xoolo haysto inuu qofku garto xoolaha uu haysto siduu ula macaamilayo iyo meesha uu gelinayo iyo meesha qiimaha u yeelayo xoolihiisa inuu gartaa waa fadli ilaahay subxaanahu watacaala. waa qiimo qofku uu leeyahay. rasuulku calayhi salaatu wasalaam waa ka sheegay waxyaaba acmaasha ugu khayrka badan leh ee qofka muslimka ahi uu qabto waa suruurun tudkhiluhu fii qalbi muslim waa farxad aad geliso qof muslima qalbigiisa qof muslimoo murugaysan oo warwarsan oo walbahaarsan oo culus inaad sabab u noqoto inuu farxo oo uu qoslo oo hamig iyo walbahaarki uu ka dulqaadmo. waxaa la sheegay maanta qisooyin baan idinku wareerinaya haddii ilaahay ka dhigay cabdullaahi ibnu mubaarak caalimkii weynaa waa nin caalima horena waynu u sheegnay waa nin caalima oo ganacsada ah oo milyoneer ah alcaalim almilyoneer maqaal beri dhexdaas inuu qoray buu ahaa aan akhrinayay maalin dhoweyto caalimkii milyoneerka ahaa waa la weydiiyey xoolaha maxaad ku filaysaa nin sheekhaa tahay dadku waxay haystaan sheekhu hadduu sheekh yahay inaanu xoolaha waxba ku filahayn dee xoolaha waxbuu ku falayaa dan buu leeyay isagu laakiin si wanaagsan ma macneeyo wuxuu yidhi xoolaha waxaan u shaqaysanayaa inaan wejigayga ku ilaaliyo baahida muslimiintana aan ku faydo baahideedana aan ku guto muraadka xooluhu ay leeyihin waaba intaasba muraadkaaga aan khayrka ah ee qofku u baahan yahay inaanu cid kale u baahan masaariiftiisa iyo qarashaadkiisa. sidoo kale qof muslimoo uu arkay oo baahan inuu awoodi karo inuu baahida wax kala qabto laakiin de waa qofkii fahansan waa qofka fahansan dhaqaalahan la sameynaya iyo xoolaha qofku uu ururinaya macnahay sameynayaan. haddii kale qofku wuxuu buu noqonayaa qof xoolaha intuu ururiyo halkan dhiga isaguna manaafacaadsan maayo muslimna uga ka manaafacaadsan maayaan ee dad aan abaal ugu qabin ba hadhow iska qaadanaya waxay doonaan ka yeelayaan qaarna hadday doonaan masaajiday ka dhisan doonaan iyagu sagaal jiraan loogu qorahayn ciddii dhe halkaaga lahayd inta xoolihii marka xoolahaas la kala qaato qof kasta xoolaha isaga ayaa iska leh ee adigu ma lihid.
مساجد كودستو لعك تاكدستو إيو ملعامد دا أو لسو إيو مسكين كو حكا سي إساقن باللو قري إلا وحوليه سي أدنا واد قصوة تبع عضي صاحب كان أو كفاية ديستي نين كعونا إيا أيو معان تهي إيا بحين إيانا واكي قاطي كي كو تبع عياني ميل بوساولي غيو إلالين إيا ومسك حمو وحساب حمو عبد الله المبارك رحمة الله عليه من عالماء أيوه هاو أرضيله مال المعلمها كم إذا أي وحو واي أرضي دي سي أرضي كم إذا ورني كي هيبالي أركي رقاس سوحة لدو حريني ومحا لوحرة دين با لوحرة نبا حولكو يشو حولي بيسك بحنك رواي ونين دالي يرا وحا جيبوك حريني هاي ميل هبلاي وارين ودعين تبتنوا اللو دعي ولا وكلا كعمي ساجتي markii dadka ay wada faaruqeen buu kaliye dhaqaaqay wuxuu isla waa laga ogaan doonaa kaliye buu dhaqaaqay uu tagay ninkii sadiga haystay meesha dadka ku xidhan yihiin madalimta ayuu u tagay wuxuu ninkii hebel hebel dhaama ku xidhan yahay meesha ha oo maxaa loo haystaa laag inta leeg oo laagtu waa imisa intaasay leegtay oo yaa kule hebel hebel laagti aniga bixinaya ninkii hebel u yeed ninkii baa loo yeedhay وكل سؤال عطوا إنت اسمها ها لا وش ردوا عنك وحدا يا لعكت وان بحنا يا قاضو نك سويني مكل سود أيو وقاضو كلا بعد عدة لعكت كبي حسي يدين ته وين اللوشين من المسلم لا كبي حي ولا هيدون هبل هبل بكبي حي محاكا قال هذا سدي بالسمية لعكت يبو بحي جري يسيبو قبطي نك يرانو صاب حي ساسو كساش قل صبحي دم بوجي مهلكي حلقة دي علم شيخ باورس والسلام عليك وهبل بورا خير وانه ما لمها كمان راجل وحل يقول وال وحل يقول وال ابو خري هو اسك دي انه حبو اوغي سول ها شيخ وان حنا ما لمهم بو او ما حاله ابو خري دين با لا يغو يشهو دينتي وان اسك بخن كري واي ودبا ديتنا نم لا يغو لي مسلم بو هاي مغيسه ديدين او شيغو ايا دينتي بخيي دينو دعاينو كاس امين تالس انتو جيدانا واي انتس آمين تاس قبصتي مركا نكا مسلم كا نكا كبحي إلهي عينك آمين إلهي سيدا آمين خلاص عبد الله بن مبارك وحول انتي يسوغو أن أرضيكي سيانو أبين عند كبحي سيدينك لكن مركي أول انتي أيا نكي كان أحصدها وحو أرضيكي أشاقي عند الدين تكبحي سيانو ها شيخي سي عبد الله بن مبارك مركا قصدي وحا سوري أرضيكي سي أرضيكي سي با سوري marka qofka muslimka ah waxa la rabaa waliba inta qofku u baahan yahay in loo siyaadiyo sida ninkii imkaan sheegay ee to deynti ka bixiyo hadana wuxuu hoogaa siiyay inaad u dhameystirtaa bay ku fiican tahay hadda Ilaahay xoolo ku siiyay shardi maaha inaad kumanaan haysato waxa jira dad lacag yar oo kooban u xiran ayaa jira waxaad awoodi kartaa inaad u hawl gashaad soo ururiso wajib aad leedahay qof waxa akhyaaro muhtarama لكن شيب كاغو ما قروح بدنا واد بيحي كرتايو شان قفو اعتقانو اياد هيب رادنا انتاكين ورادنا انتاكين ورادنا انتاكين واد بيحين كرتا ووحي نصمين كرو لكن وافكر انا قمقا برشد انو مرحا هدي اللي يهين واد داد ير او كوبان داد كايرا كوبان انو وحي اسي بدي يهين قف قف كي قشري قال لقولها اما الدين تا لقولها اصو عودي هبلو الدين با لقي بحي لقو لي الدين تيقا بحي او كبحي لكن قف ويساو انتو اسحلقا محوليه سوقاته انو تقصر لقيادة اي ميلها لقو حرين يهي او يساو اسوا اقاسي مو العاتي ساكو بحي هدي لدونا هبل لقاده يرى هنا كبحي من اقاري بن الك عبد الله بن المبارك حتى هدو دونا هبل لقاده اركاسي ادي ادونو قيري ورا ليا قف كديمي سن وحكى الدلق دينك إن لقى الدلق هذا وحيا بالغو هلا وحا كم إذا ما ننت قيامه ويكرب بضنت ويدبات بضنت قف كستاو كسي بغضا ما ننت قيامه وحد عدوني عرصاتك نبي عليه الصلاة والسلام يحول من سره أن ينجيه أن ينجيه الله من كرم يوم القيامة فلينفس عن معسر أو يضع عنه هذه صحيحة ما مسلم سوري قف كدوني يتشعل حسينية أما الدنك له ما ننت قيامة دباتو ينكي سين لغا دول قادو لغا فيدو أو دب آنو ما ننت قيامة أرق هل قطبون ها سمايو فلينفس عن معسر أو يضع عنه قف معسرة وعدبن أو دباتيسا نفس هو سمايو هكا فرحيو
roodibaatidi tahaysatay haka dul qaado saasu meelu taagan yahay qofku yo cid la leeyo cid la hadla garan maayo qofu wax weydiiyo garan maayo waxa laga yabaa ciyaalkiisa iyo xaafadiisa baan baahan waxa la wuxuu kula laabta garan maayo oo uu siiyo taatira war hebel maxaa dhacay inaan akhyaarin dhahay ka faqdaa baa leeyay waad garanaysaa qofka muuqaalkiisa inaan caadi ahayn markaad qodqoddo markuu ku yidhaahdo arrinka noocaas iyo noocaas baa igu taagano xaafadiiba caynka amba kiradii baa laygu leeyay amba ciyaalkii waxa la saakan waxba ugama iman iminkana waxba uma hayo waarhoo markaad tidhaahdo waa laga feediyaa qofkii waa laga feediyaa wahab saaraa iyo culays weyn oo saaraa ayaa qofkii adna waxa laga yaaba wax halaaliyo intaasi waxay ku yeelaysaa inaanay jirin intuu u baahan yahay oo siyaado leh waxaa la yidhi cabdullaahi ibn mubaarak laftiis raxmatullaahi calayhi ayuuna wuxuu ku yidhi sheekhana lacag baa laygu leeyay 500 dirhama 700 dirham ayaa laygu leeyay 700 dirham haa anaa kaa bixinaya buu waraaq buu soo qaado wuxuu ku qoray u qoray ninkii lacagta u hayay khasna jigiisii buu qoray ninkaa lacagtaasi warqadii buu kala bixiyey ninkii warqadii buu akhriyey imisa laygu leeyay 700 baa laygu leeyay warqadda waxaa ku yaalla iyo lacagta ninkuu sheegtay way kala duwan yihiin 700,000 baa ku qoran warqadda 700,000 ayaa ku qoran isna muxuu doonayay 700,000 markaasuu haddaba ii fadhi waaye wuxuu u qaatay sheekhu inuu khaldamay oo maaragtay zero uu ka raacay sheekhii buu tegey suuli sheekh dee ninkana waxbu ii sheegay warqaddana waxbaa ku qorane dee maraa qalinkaa kaa boobay oo maxaa ku qoran 700,000 baa ku qoran dee 700,000 sii waa loogu talagalee suuli dee khasnadi way dhammaatay mise wuxuu dhahay dee khasnadi ay dhammaatay in kaanat alghallaatu qad faniyat فإن الأعمار أيضا قد فنيت فإن الأعمار أيضا قد فنيت هدي حوله يران كو هي أي دمادين تي عمرك يغنا و دمادو شلي ما انت اسكوميد مي و نو وين بان هو دي غيري لا يسو دواتي بو جيدا ماركا ها دماتي سي بان كوري و سي ماركا ان تو دبد بقول نو اسك بخي ما هو سو دي 6000 افرتي بقول ريري سي باهيدي سي كاري و خا لغا يابا تاني اني اهيد تقوري كو تاغن تدبدن بقول taqure loo haystay dhig la leeyahay inay tahay ba suuragal ahayd waa suuragal intaas oo qof oo kale inay deen ku leeyihiin baahi reerihi inay ka jirto inay qaar xanuunsanayaan masaaliifta inay xun tahay arad beelkii inaan wanaagsanayn todoba intii baaqiga ahaydna reerkiisii buu la tagay qofka ibn aadamka inay wax ka soo go'aan markay ka soo go'ayaan ee hore waa ku yara dhibaato waa ku culays laakiin marka qofka ay ka go'day qofka ay gaadho ee qofku uu dareemo qofkaasi waxa u tartay iyo meeshii u buuxisay markaas qofku macaankeeda dareemayo meelba qofku u qaboobaysa meel markii hore warwar kaga furaa laftiisa qofka wax haysta qofka hadduu hanti haysta iga rumaysta qofka hadduu xoolo haysto dhibaato haysta culays baa haysta fikir baa haysta waa lagu dhici kan baasta noqon wuu iska warwarayaa un qofku ilaa wixii dadku ay wada jeclayeen buu gacanta ku hayaa laakiin qofku markuu wax bixiyo meel baa qaboobaysa mar labaadka markuu bixiyo meel baa qaboobaysa marka dambe qofku wuu ilaawayaa wax la yidhaahdo waxana way fara badan yihiin iyo waxana waa kugu culays iyo mad haysatid iyo waadigi waxaan bixiyo waxaana hayso qofku marka dambe wuu iska ilaawayaa xaqiiqadu waa caynka dadka wax bixiyo waraysta haddii laga yimaado qofku aakhira waxa uu ka faa'iidayo adduunka inta la joogo waxa uu ka faa'iidayaa ka badan rasuulku calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi sanaa'icul macruufi taqi masaarica suu qofku hadduu macruufka iyo ixsaanka uu sameeyo oo dadka uu gacan qabto inuu si xun u dhinto ayay ka badbaadisaa yacnii dhibaatooyin ku soo aadana ku soo fool lahaa ayay ilaahay subxaanahu watacaala kaga leexiyaa maxamed ibnu alxanafiya cali ibn abi taalib inankiisii ka bahda ahaa xasan iyo xuseen la bahda ahaa ina gabadha kale ay dhashay in xikmad badan buu ahaa wuxuu yidhi saaxibulmacruuf amba saaniculmacruufi laa yaqac wa idaa waqaca lam yankasir qofka macruufka sameeya ma dhaco ma iisho ee ka dhiganta qofka macruufka sameeya ma dhaco hadduu dhacana ma jabo yacnii haddii dhibaata ay ku dhacdana dhibtaasi wax weyn ma gaadhsiiso dhibaato dadka qaar hadday ku dhacda dhabarka jibin lahayd isaga waxaa laga waxba inaanay yeelin gaadhi baa la dhacay waxa ninkii hebel oo xariiqi aanay gaadhin baa ka baxay sabab baa jirta
guriyihii berigay dhaweeyto gubtay guriyo fara badan oo rag ah lagu xaman jiray inay gacan furan yihiin oo masaakiinta ay wax siiyaan waxa la xaqiijiyay alaabtoodii dambe sunba fuushanaa guriyahoodina may guban hebel iyo hebel baa loo garanayaa maxaynu meel fog iyo cabdullaahi ibn mubaarak iyo rag fogaaday maxaynu ka eegana qiso iyaduna runtii dariifa oo culimadu ay soo wariyaan waxay dhahdeen nin ayaa shan boqol oo diinaar waa lacag ba shan boqol oo diinaar waa kumanaan dollar weeye shan kun oo diinaar baa lagu yeeshay waxaa ku yeeshay nin ganacsada ah ninkii baa qaanabay waqti ii qabo waqti buu u qabta waqtigii markii ay gaadhay buu u yima wuxuu ku yidhi lacagtii baan kaa rabaa wuxuu ihi ma hayo dadaa waan ku xidhayaa buu yidhi dawaaye namari buu dhihi xidho saldhigii xaggiisii buu qabatsiiyey saldhigii markii la yimi ayaa ninkii garsoo ninkii qaadiga ahaa ee meesha haystay ee dadku ay isula imanayeen ayaa wuxuu dhihi ninkani wuu ila ballamay diin noocaasa baan ku lahaa ballankii waanu kordhiyey waa kan wuu weydiiyey marun baa wuxuu dhi waa runtii dee xoolii baa lagaa doonayaa xaaji dee ma hayo hadaa waan ku xidhi dee xidho waa okee waxaa laysla qaatay ninkii in la xidho markii xadhigii loo qabanqaabiyaba wuxuu yidhi hal codsi baan qabaa hal codsi ii sameeya codsigaasi waxa weeye reerkaygii iyo caruurtaydii maan soo macasalaamayn arrinka aan u soo sheego aan la soo dardaarmo aan soo macasalaamayn berina aan idin imaado damiinkeen baa lagu yidhi waa saxay damiinkii buu eeg eegay cid buu garan waayey wuxuu yidhi waxaa iga damiinaa rasuulka ilaahay sala allahu calayhi wasalam qaadigii wuxuu ku yidhi qaadiyow haddaan berita iman waayo waxaad ogaataa ka mid mahay ummatu maxamed ummadda nebiyullaahi maxamed inaanan ka mid ahayn ogow gaal baan ahay bay ka dhigantay marka intaa igu aamin ninkii ganacsadaa buu ku dhi waar ka waran rasuul waan ku aaminay ordana waan kugu aaminay ninkii gurigiisii buu yimi reerkiisii buu u sheegay ehelkiisii gacaladiisii ayuu u sheegay wuxuu ku yidhi arrinka noocaasa baa dhacay diin noocaasa baa laygu leeyahay berita waa lay xidhayaa waxaan u imi inaydin macasalaameeyo miyaa lagu xidhin maya waa lay xidhay yaa kusoo damiintay wuxuu yidhi cid waan waayeyo waxaan idhi rasuulka ilaahay baa damiinay ah sala allahu calayhi wasalam waxay tahay gabadha waa sax hadaba eh berina aad iska tagtid caawa mar haddii dee habeen kuu dambeysay ay tahay haweenkeena waa taqaana dee calaacal iyo tawaawac iyo hageynu qabanaa iyo balanbalayabaa ka dhammaan lahayd gabadhu waa gabadh cajo badan waxay ku tidhi hadday sidaa tahay dee maadaama rasuulka calayhi salaatu wasalaam lagugu aaminay caawa wax kale aynaan qabanin ilaa waagu uu baryaayo salliga nebiga calayhi salaatu wasalaam aynu wadno hadda shallaad maaha iyo mawlid aan akhrino oo demdem maaha salliga nebiga calayhi salaatu wasalaam waa la yaqaanaa salligii sunnaha ahaa nebiga salligiisa aynu labadooda baa islaag fadhiistay habeenkii oo dhan ayay salligii wadeen waa ku dhowaadkii ayay luloodeen labadaba way seexdeen ninka odayga markii uu seexday ayaa wuxuu ku riyooday nebiyullaahi maxamed calayhi salaatu wasalaam qisada waa la soo wariyaa oo kutubtan taariikhday ku qoran tahay nebigu ku riyooday calayhi salaatu wasalaam nebigu wuxuu ku leeyahay berito marka waagu uu beriyo ha tegin ninkii ha u tegin saldhigii iyo garsoorihii iyo taajirkii midna ha u tegin ninka waalig ahee magaalada haysta u tag waaligu waa bara saabka magaalada ninka magaalada u taliya u sarreeya u tag ninkaa waaliga waxaad ku tidhaahdaa deyntii rasuulku kugu ballamiyey calayhi salaatu wasalaam iga soo bixi calaamad buu ku weydiin doonaa oo inaad ninkii tahay maxaan ku garanayaa waxaad ku tidhaahdaa habeen kasta waxaad nebi ay ku saliyi jirtay kun jeer laakiin xalay salligii nebigu uu kaa khaldamay nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu igu yidhi waxaad ku tidhaahdaa iyadoo xataa tiradii ay kaa gedmatay iyadoo dhammaystiran bayna soo gaadhay oo kunkii waan kuu haynaa soo macnaha maad fahmin ninkii waaliga ahaa ayaa wuxuu caado u lahaa habeen kasta kun jeer inuu nebiga calayhi salaatu wasalaam ku saliyo salliga nebiga haddii laga sheekeeyo fadligiisa ka dhammaan mayno salawaatullaahi calayhi wasalaam haa masuul wallaahi waa runtaa saa ninka waaliga laftiisu xalay buu nebiga calayhi salaatu wasalaam ku riyooday oo waxaa lagu yidhi nin baa ku iman doona noocaas iyo noocaasa oo lacag lagu leeyahay oo shan boqoloo diinaar lagu leeyahay ee ka bixi ninkii wuxuu soo saaray waaba diyaarba ninku waaba diyaar halkan buu ka soo qaado shantii boqoloo diinaar buu u dhiibay
إن كلا كوسنا وساق هذا ولا بكون يشم بقول أو دينار صدق كل دينار بنيك كريم سقو إن تعوطة قاضي بوتي قاضي أو نيك سبعية وحد كفكري سأو سبعية أم نيك بحصلة مي سكر وسبعية قاضي أو نيك سبعية ورني وحد كف إلا ما تبغى سبعية ما هو كلام ما بحصل ما بحصل كهذا ما هي وحدوني عشان تي بقول إيه دينار أنا كابحيه إيش أنا تلو جوه هيستي أم حد يجيب حنسة نبي كان حاله كريه ودي عليه الصلاة والسلام وحيقول إن كان مسكين كه شن تاب قول الدينار هداك بحسه ديمها ما أنت قيامها لقول لي هي أي على قاب حنايا سنشن تبوك عندك سار إيه مزوها يستا حسابته يكلم إيه مزوها يستا صدق كوني يو هي شم قول نكي تاجر كه يو كثورة يا أي صوغ لي رسول نكي شرط لي صحر آوي مقصر الدواء كنا وقوف الرياء وحيوف هنسيهين إنه ليه محل واحد وين بعمو بحصل حاجة بك هذا ما يقول النبي قال حلا كل رياضة صلوات الله عليه وسلم أنا واحد كل رياضة النبي قال إن كان مسكين كهذا الدين تكبح إيش شن تعب قول هذا كله عفتو شن تعب قول الدين هذا كله عفتو ما أنت قيام الدروب هذا لك هذا عفية شن تعب قول نوان كله عفية شن تعب قول نوان مسيده أنت ورم زاد أفر كون أور دينار سو نكسيتا يوميشي كيم أم بها أنسى هذا قصد أسي أنا وهل كيبي كنت على هاي ورانة إيا سوري أم بي يعني أنسح إيوا واحد عكرة نبي الله محمد عليه الصلاة والسلام إلى هيبا إنا أبو ري إساقين فراعنا ينفهمي سنها سلقي سنوحوين بوتريا ميش سرتو أي كترتا واحد هاي قفك مسلم كاهي سكو آمني نبي الله محمد عليه الصلاة والسلام إلى واحد ضمين يا نبي الله محمد وحكروا كسي عبدا كون لتشوقي إيه كؤمني مال أي وح لنعي وحكات شران أو بدن قرن منه فرج كدباتوين كإن هاي استا أسباب توقف كمسلم كعلى جا قاضي كروا أدو قرن منه لكن وحن هو بني دين شيء وحن هو بوقف مسلمة أو دباتي سن أو علاس أو هاي استو هدات كدل قاضو علاس كاجا إنه إلى هيك قاضي هذا ترى أن كل دارنا وان كل دارنا حقيقة واتس حولها أيام شباب دكوا هاي سنة موضع عنينه دكت أنت وهاي ستان شيء حولها هاي ستان دكت وهاي ستو موضع عنين سان موضع استعمال سان ميل بيقولي يعني وحد كيف كريس بدين تيده وحد كيف كريس وحد كوس حنت هاي لكن بدين تو وهاي كوفي عن تهاي إني حق وين كبرته أو آخره أدون كنا ويكون صانو قن سوي بركوا بيسك ساكم الله خير قدبك محمد سبحانه وتعالى قفك دينك اللي قل لي هاي دينك على جبهيه أو قفك مسلم كاي هاي إسكت يا مرك قاركود وحير باك صاق علي قف بقى لباب بقول دور روحنا مرهم يسنا يسا قف بقول دور روحنا شيل كشرة أما سلقي كشرة أو قفك إلى هان وكدين لقي هاي كونك تاج تاجنا ما رحنا هنا يفهم لقي ورمسكين كان ورلا بضب بقول أفر ما هو قريب مكتوم دور إنه بحين إنه سيدين وارجل الجمل كشرة غير كيس إنه وح وتره مساكين تها نكلا باب بقول الدور نسكب حين كري واي أما سد حب بقول الدور نك يسكب حين كري واي وأنا فقيرة غير كيس إنه وبهن يهاي غير كيس وبهنا استجر على سكو قبعة أي قددي يقرع دي عشد بوكيني جزاكم الله خير ولا يسكر ساكرة أرن كمسلمين ولا يحض على ولا هاي ولا نكو من المصلين ولا نكو نطعم المسكين مساكين تهم الناس ينشرين بلشدو وإني وفهمتو إني وحقب سنكرتو داد كيدنا أي وحتاري كرتو كمسكين كاكور لوسو قادي كرو كديمي سن إحران إيا أقوم كإنوغانو جزاكم الله خير صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى وصحبه وسلم.